السلام عليكم ورحمة الله. الكلام عن ستنا السيدة خديجة وبنات السيدة خديجة كلام بتشعر فيه بالطمأنينة والحب، لأنه إحنا بنراجع مع بعض تاريخ أشرف وأطهر وأعظم بيت في البشرية كلها، بيت سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السيدة خديجة أنجبت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم قبل كده القاسم وتوفي وهو صغير، وعبد الله وتوفي وهو صغير، والسيدة زينب، ودي تكلمنا عنها. النهاردة هنتكلم عن حد تاني خالص، وهي السيدة رقية عليها السلام. السيدة رقية اتجوزت عتبة ابن أبي لهب. عتبة ابن أبو لهب ابن عمها أو ابن عم والدها، لأنه أبو لهب كان عنده ابن تاني اسمه عتيبة، وجوزه لأم كلثوم. لكن انتوا فاكرين الإيذاء اللي كانت أم قبيح اللي هي أم جميل اللي هي زوجة أبو لهب كانت بتعمله في النبي عليه الصلاة والسلام، واللي كان أبو لهب بيعمله، ونزل في القرآن الكريم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لما نزلت الآية دي أم قبيح، يعني اسمها أم جميل بس خلينا احنا نسميها أم قبيح لأن فعلا هي بلغت أعلى درجة في القبح، قالت لابنها عتبة وابنها عتيبة، قالت لهم هما الاثنين: انتوا تطلقوا بنات محمد اللي هي رقية وأم كلثوم. خلينا في رقية، هما استجابوا الولاد وطلقوا الاثنين. خلينا مع رقية النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة. قالت لعتبة طلق رقية فطلقها، وكان في ظنهم إن الطلاق ده هيوجع سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عتبة عمل موقف خطير جدا. إيه هو الموقف؟ راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يؤذي في رسول الله ويتكلم معاه بشكل فيه إيذاء واستهزاء بالله عز وجل وبالإسلام وبالرسول محمد عليه الصلاة والسلام. صعب قوي إنه الإيذاء ده، يعني لو إيذاء عادي هنقول ماشي، لكن الإيذاء ده بلغ درجة عالية قوي قوي قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على عتبة ابن أبي لهب، دعا عليه وقال إيه؟ قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكانت الدعوة دي لما النبي دعاها، لأنه فعلا عتبة، يعني عتبة ابن أبو لهب ده آذى رسول الله إيذاء بالغا. بس عشان الوقت مش عايز أتكلم، لأن أنا ما بتكلمش عن عتبة، أنا بتكلم عن السيدة رقية. المهم إنه كل اللي حوالين النبي قالوا له: إحنا خايفين جدا الدعوة دي تصيب الولد ده. وكان أبوه أبو لهب كل ما يبعت ابنه في سفرية أو في حاجة يوصي كل القافلة ويقول لهم: خلي بالكوا من عتبة، فيقولوا له: أنت بتخايف عليه للدرجة دي ليه؟ يقول: أنا خايف إن دعوة محمد تصيب الولد ده. وبالفعل دعوة سيدنا النبي أصابت عتبة ابن أبو لهب. فكان في يوم
طلع في قافلة تجارة مع أصحابه من قريش، وجم حرصا منهم على الأمن والأمان، عفوا، ناموا في أعلى حتة موجودة في المكان اللي نزلوا فيه، خدوا تلة كبيرة كده وراحوا قاعدين مع عسكرين فيها، وراحوا جايبين المتاع بتاعهم كلهم، حطوا المتاع بتاعهم، وعتبة قعدوه في وسط المتاع. يعني ايه ده بيحافظوا عليه جدا. ثم جاء الليل في هذا الوقت، فجاء أسد وبدأ يشم الحضور واحد واحد، حتى وصل إلى عتبة ابن أبي لهب فهبشه فقتله، فأصابته الدعوة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا رقية طلقت، لكن في التوقيت ده بقى في عندنا إيه؟ وحي. فالوحي نزل إنه يا رسول الله زوج رقية لعثمان، سيدنا عثمان ابن عفان. وخلي بالكم إنه سيدنا عثمان ابن عفان اسمه إيه؟ لقبه إيه؟ ذي النورين. طب ليه ذي النورين؟ لأنه اتجوز اتنين من بنات النبي، اتجوز رقية وأم كلثوم. خلينا مع السيدة رقية. فسيدنا عثمان اتجوز ستنا رقية عليها السلام. التوقيت ده كان الهجرة للحبشة، الهجرة الأولى، لأنه الإيذاء بلغ مداه على المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن عفان: خد رقية وروح الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. النجاشي. وبالفعل ستنا رقية هاجرت الهجرة الأولى مع زوجها سيدنا عثمان ابن عفان إلى الحبشة. ستنا رقية في الحبشة ولدت ولد لسيدنا عثمان، كان اسمه إيه؟ كان اسمه عبد الله. ولذلك كان المسلمين بينادوا على سيدنا عثمان ويقولوا له: يا أبا عبد الله. ده يعني نسبة، علشان ده ابنه اللي رزق به من ستنا السيدة رقية عليها السلام. عبد الله ده ابن السيدة رقية بقى عنده 6 سنين، لكنه مرض، ولحكمة لا يعلمها إلا الله مات بعد ما بقى عنده 6 سنين. يا سبحان الله. لاحظوا إنه النسل بتاع سيدنا النبي الذكور بيحصل فيه حاجة، وهي إنه حكمة لا يعلمها أحد من البشر أبدا يعلمها الله. عبد الله ابن السيدة رقية بنت ستنا خديجة وبنت سيدنا النبي عليهم الصلاة والسلام، يبقى عنده 6 سنين وبعدين يمرض ويموت. وبعدين يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في موقف وفاة عبد الله ابن ستنا رقية ينزل في القبر بتاعه، وبعد شوية ينزل سيدنا عثمان هو كمان في القبر بتاعه يسويه، يبقى القبر بتاع عبد الله ابن ستنا رقية فاز بنزول 2، واحد فيهم أشرف الخلق وسيدنا النبي هو جده، نزل في القبر سواه، بعد شوية نزل سيدنا عثمان سوى القبر عشان يدفن فيه عبد الله. عثمان هاجر مع زوجته طبعا من مكة إلى الحبشة، لكن سبحان الله حصل إنه رجعوا تاني، إنه كان في أخبار إن قريش أسلمت، وأنتوا فاكرين القصة دي. المهم لما رجع عثمان بزوجته رقية الإيذاء ازداد، فما كان من مفر إلا الهجرة للمدينة. وبالفعل هاجر سيدنا عثمان مع زوجته ستنا السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها في الموقف ده للمدينة. فكده هم هاجروا مرتين، مرة للحبشة ومرة في المدينة المنورة. سنة 2 هجرية
مرضت السيدة رقية، مرضت مرضا شديدا. والتوقيت ده لو انتوا فاكرين كده معايا، 2 هجرية يعني غزو بدر. فكان النبي بيستعد في التوقيت ده عليه الصلاة والسلام انه يخرج لبدر. فجه قال لسيدنا عثمان: انت مش هتخرج معايا، انت هتفضل في المدينة علشان تقوم على رعاية زوجتك السيدة رقية، لأنه هي مريضة وما ينفعش كلنا نمشي ونتركها بمفردها. سيدنا عثمان مش تخلف عن غزوة بدر، لا، هو سمع أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفضل قاعد في المدينة علشان يحافظ ويوالي زوجته المريضة اللي هي ستنة السيدة رقية عليها السلام. لكن سيدنا النبي عليه السلام اداله من الأسهم بتاعة الغنائم بتاعة بدر زي اللي حضر بالظبط، لأنه هو لم يتخلف، هو سمع كلام النبي أنه يفضل على رعاية زوجته اللي هي ستنة السيدة رقية عليها السلام. ستنا رقية ماتت وكان عمرها كم سنة؟ وكان عمرها 20 سنة عليها السلام. مواقف عظيمة جدا في حياتها شفناها، وشفنا ازاي ان هي تحملت طلاقها من ابن ابو لهب، ثم يأتي الامر من الله تتزوج سيدنا عثمان ابن عفان، حازت الشرف في الهجرة الاولى للحبشة والهجرة الثانية للمدينة، وماتت في المدينة المنورة ودفنت في ارض البقيع. والهجرة الثانية للمدينة وماتت في المدينة المنورة ودفنت في أرض البقيع. اليوم نتكلم عن أم كلثوم. نزل الأمر من الله لسيدنا النبي إنه جوز أم كلثوم لعثمان ابن عفان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عثمان: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. الحياة بتاعت ستنا أم كلثوم كانت حياة بسيطة. فراحت أم جميل وبصت كده جنب الكعبة، فلقت سيدنا أبو بكر قاعد وبتسأله وبتقول له: أين صاحبك؟ الغريب إن سيدنا النبي قاعد جنب سيدنا أبو بكر بس هي مش شايفاه.